المناسب الذي يحدد حسب نوعية الفرضية؟ ما هو الاختبار المناسب الذي يحدد حسب الفرضيات؟ يتم الإجابة أنه هناك أربعة أنواع من الفرضيات الإحصائية والمتمثلة في الفرضية الوصفية، الفرضية العلائقية، وفرضية الفروقات، وفي الفرضية التأثيرية. الفرضية الوصفية وهي عبارة عن وصف لظاهرة معينة، ويتم اختبارها بواسطة معامل أو اختبار التست لعينة واحدة. الفرضية العلائقية وهي التي تدرس العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع، يتم اختبارها بواسطة معامل ارتباط لبيرسون. الفرضية الفروقات وهي الفرضية التي تدرس الاختلافات والفروقات بين المتغير المستقل والمتغير التابع. هناك بعض المعاملات الإحصائية التي يتم من خلالها اختيار هذه أو اختبار هذه الفرضية. نعطي مثال على هذا الاختبار وهو معامل التباين الأحادي أو الثنائي. كذلك هناك فرضية تأثيرية وهي التي تدرس التأثير بين المتغير المستقل والمتغير التابع، ويمكن أن يكون هناك عدة متغيرات مستقلة تؤثر في متغير تابع واحد. هنا يتم اختبارها بواسطة معامل انحدار المتعدد، بينما إذا كان تأثير متغير مستقل واحد على متغير تابع واحد فإنه يتم اختبارها بواسطة معامل انحدار البسيط. بالنسبة للسؤال الثاني، الاختلافات بين معامل الانحراف المعياري والتباين. الانحراف المعياري هو يستخدم من بين معاملات التشتت، ويستخدم من أجل معرفة مدى تشتت إجابات المبحوثين ومدى معرفة مصداقية إذا كانت الإجابات صحيحة أو صادقة، ويكون الإجابات صادقة إذا كان قيمة معامل الانحراف المعياري يؤول إلى الصفر، بينما وتكون مركزة وتكون قيمته ضعيفة نوعا ما، بينما إذا كانت قيمة الانحراف المعياري تؤول إلى الواحد. دكتورة مريم. نعم. نعم. أستاذ محمد، دكتورة داليا علقت، مكتوبة داليا إدريس. نعم سوف أرى، لا فقط حتى أستاذ محمد يفتح الصوت لها. نعم تمام، دكتورة مريم كملتي. بينما التباين يستخدم من أجل قياس أو معرفة الفروقات بين المتغيرات. هذه هي الإجابة على السؤالين. والآن سوف أتطرق إلى تكملة المحاضرة أو ما تبقى من المحاضرة أمس. يتم التطرق في هذه المحاضرة إلى كيفية نقل البيانات من ملف إكسل إلى برنامج الـ SPSS. يتم تناوله من خلال تطبيقيا، أو يتم التعرف على هذه كيفية تحميل البيانات من ملف إكسل إلى الـ SPSS أو برنامج الـ SPSS. يتم تناوله تطبيقيا وليس نظريا. أولا نختار قائمة ملف من لائحة الأوامر. نختار من هذه الأوامر، نختار open أو أوفغير، ثم نختار منها دوني أو داتا، ثم ننقر على داتا. تظهر معي هذه النافذة. عندما تظهر هذه معي هذه النافذة، نقوم بكتابة نوعية الملف الذي نريد تحويله، ونحن نريد أخذ بيانات من ملف إكسل. لذلك نبحث هنا كما ترون في هذه الخانة أو هذه الخالية عن الملف إكسل. ها تم تحديده، تم تحديد نوع الملف. بعدها نبحث أين يتم تخزين الملف. هنا تم تخزينه في على سطح المكتب. ها هو الآن يظهر أمامكم ملف خاص بالإكسل الذي نود تحويل بياناته إلى برنامج الـ SPSS. نضغط على أوفغير أو أوبن فيتم تحويل البيانات مباشرة. هنا يظهر لي هذه النافذة
سنضغط على OK. هنا تسمعي أنها تمت عملية تسجيل الملفات أو نقلت من برنامج الإكسل إلى برنامج SPSS. تمت العملية، تم تحويل بيانات إكسل إلى برنامج SPSS. أي تفريغ بيانات الاستمارة إلى برنامج الإكسل وتم تحويلها مباشرة إلى برنامج SPSS. أعيد لكم العملية حتى يتم فهمها بطريقة أخرى. نذهب إلى قائمة أو لائحة الأوامر، نختار منها ملف أو فيشي أو فايل، نختار من هذه القوائم Open أو Ouvrir، يتم فتح Done أو Data، ننقر عليها تظهر معي هذه النافذة، بعدها نقوم بالبحث أو عن كلمة إكسل أو نوعية الملف الذي نود تحويل بياناته إلى برنامج SPSS، وبعدها نضغط على فتح، وبعدها نبحث عن القوائم هنا أين يتم حفظ الملف، وتم فتحه نضغط على أوفر، وهكذا تمت إنهاء الكيفية أو الطريقة. دكتورة مريم لو سمحتي. نعم. فقط افتح الملف الاكسل وبيني انه المعلومات كذا تم تنزيلها وتم نقلها بهذه الطريقة. هذا هو الملف الاكسل. هل تظهر معكم الصورة؟ اليكم ملف الاكسل. وهذه هي البيانات التي تم نقلها إلى برنامج SPSS. هذا ملف أو برنامج SPSS، وهذا برنامج Excel. هذه عبارة عن استمارة أو استبيان. تم نقل البيانات إلى برنامج SPSS كما هو ملاحظ في هذا البرنامج. ملاحظة، يمكنكم إدخال بعض التعديلات، مثلا في البالغ في القيمة يمكنكم إدخال بعض التعديلات التي أو اختيارات هنا ويتم وضعها. هل هذا مفهوم؟ أي أسئلة يتم كتابتها في الشات؟ دكتورة الأسئلة تكون نهاية نعم الأسئلة تكون نهاية المحاضرة إن شاء الله، لكن الغالبية الصورة كانت عندهم واقفة يعني في دقيقة لو أعدت الشرح. نعم يمكنني إعادة الشرح. سوف أفتح مرة أخرى برنامج SPSS وأعيد الطريقة من جديد. لننتظر حتى يفتح معي برنامج SPSS إصدار 23. هذا هو بالملف الإكسل، وهذه هي البيانات التي أود نقلها من ملف إكسل إلى برنامج SPSS. أعيد لكم العملية. أذهب إلى قائمة الأوامر، أختار منها قائمة أو الأمر ملف files، أختار منها ouvrir أو open، من open أختار منها data، أنقر على data،
تظهر معي هذه النافذة. أبحث عن، تشاهدون في هذه الخالية هنا مكتوب فيشي دو تيب، معناتها نوعية الملف الذي أود تحويل منه البيانات إلى برنامج الـ SPSS، وهو ملف الإكسل. وأذهب إلى البحث عن كلمة إكسل، وبعدها أذهب للبحث عن الملف الذي أود تحويل منه البيانات، وهنا تم تخزينه في دورة الـ SPSS. ها هو أمامكم، يظهر أمامكم هذا الملف وطبيعته أو نوعيته هو إكسل. نضغط على أوكي أو أوفرير، نضغط على فتح. وسيتم فتحه في برنامج الـ SPSS. ملاحظة، تظهر لكم هذه الشاشة، يتم الضغط على OK فيفتح معي سيتم SPSS. ها هي معي، تظهر الآن هذه البيانات التي تم نقلها من ملف إكسل إلى برنامج الـ SPSS. ونذهب إلى نافذة تعريف المتغيرات، يمكنكم إدخال بعض التغييرات أو إدخال بعض البيانات التي لا تجدونها مكتوبة هنا مثلا في العمود الفالير. فنأتي هنا ونكتب الاختيارات لكل متغير، وهكذا تمت العملية. هل هذا واضح؟ دكتورة مريم، طريقة الإدخال بالإكسل فقط، يعني دقيقة للتوضيح، طريقة تنزيل المعلومات وكذا، يعني شرح وافي على البرنامج، لكن على الإكسل طريقة الإدخال. طريقة الإدخال البيانات، يتم كتابة الإجابات في كل خالية. هنا لدي الخالية الأولى، نكتب الأسئلة، وبعدها أكتب هنا الخيارات الإجابات، إجابات المبحوثين في كل خالية أو في كل سؤال كما يظهر لكم في الشاشة. لدي هنا ترقيم العبارات وترقيم الأسئلة. هنا معي في كل خالية أعطيها لمتغير، وهنا في الخالية أعطي المتغيرات أو أكتب الإجابات فقط. تمام دكتورة مريم. تمام، جزاك الله خير. أستاذ محمد، حولنا على دكتورة داليا. شكرا دكتور، حياك الله. شكرا، بارك الله فيك. وعليكم السلام. أول على ديسكتوب. كنتينو. وكذا يبدأ. أنا أفتح عادي. السلام عليكم، أنا دكتورة داليا، المحاضرة الثالثة في دورة SPSS الأولى. Thank you.
الصوت مسموع؟ دكتورة الصوت مسموع لكن في تشويش في تشويش صوت أو كذا. أستاذ محمد الصوت عندك واضح ولا في تشويش؟ الموبايل جنب الحاسب. المشاركة في أعمل مشاركة. أيوة. أضغط الوورد عادي. الآن واضح للجميع. المحاضرة الثالثة من دورة SBSS بالتعاون مع جامعة تكريت والمؤسسة الأكاديمية الليبية للدراسات العليا. اليوم دورتنا محاضرتنا في الدورة بتحتوي على الأمر كومبيوت والأمر سيلكت كيس وإعادة الترميز ريكورد وآخر حاجة الإسبلت فايل. بنبتدي بالأمر كومبيوت. الأمر كومبيوت أساساً بيوجد على قائمة ترانسفورم. دكتورة داليا في عندك جهاز قريب أو مروحة أو مبردة مشتغلة؟ لأن الصوت جداً يشوش. الصوت واضح؟ تمام باشر الآن. الأمر الكمبيوتر بيوجد على قائمة ترانسفورم. من قائمة ترانسفورم نختار الأمر الكمبيوتر. الأمر الكمبيوتر بنستخدمه في حالة دايرين بنكون عاوزين ننشئ متغير جديد. متغير جديد بمعنى إنه إذا كان عندنا مجموع درجات لطلاب بنعمل صم لكل طالب لوحده. من القائمة ترانسفور كومبيوت فاريبل التارجت فاريبل ده المتغير الهدف الجديد اللي نحن دايرين اللي نحن بنكون بصدد انه ننشئه جديد. بمعنى انه التارجت فاريبل ممكن نعمله صم لمجموع درجات طلاب. والنيوميريك اكسبريشن ده تعبير رياضي اللي هو بيكون يا اما سميشن مينيمم ماكسيمم فاريشن حسب البيانات المرفقة عندك. نحن بنفتح في كل إصدار للإس بي إس إس نحن بنجد داتا سيت جاهزة مرفقة مع البرنامج. بنفتح هذه الداتا سيت بنمشي فايل أوبن نيو فايل وبنختار بنجده في الملف سي
الغرسة C بنلقاها في البروغرام فايلز. نفتح البروغرام فايلز في الاي بي ام اس بي اس اس استاتيستيك الاصدار بتاع 22 في السامبل. السامبلز كلها بالانجليش, في اصدارات بتيجي معاها فرنس وفي اصدارات بتيجي معاها عربي. انا داير افتح الداتا, هنا مكتوبه بالامبلوي داتا. امبلوي داتا فيها 10 متغيرات اللي هي الاي دي لكل موظف والجندر والديت اوف بيرث والإدوكيشن ليفل والجوب كاتيجوري والسالري والعشر متغيرات. هم بنمشي من غاية فيها كونديشنال كيس وان كونديشنال كيس, بمعنى انه ممكن نقول كومبيوت فقط ونحسب المتغير الهدف, بمعنى انه اذا احنا كنا دايرين الموظفين المستوى تعليمه أكبر من 16 سنة في المتغير الهدف التارجت فاريبل بنعمل أي متغير جديد بأي اسم جديد, مثلا نيو نعمل education level أكبر من 16. أوكي, بتظهر لنا في قائمة الداتا فيو مباشرة متغير جديد اسمه نيو. في هذا المتغير أي موظف عنده تعليم أكبر من 16 سنة بيعطيه عدد السنوات اللي هو اتعلمه أكبر من 16 سنة. عدا ذلك يكون الرقم صفر أو قناه فارغه. نرجع للترانسفور ونختار كومبيوت فاريبل ونختار الاف كيس اللي هي كونديشنال اف كيسز. الخيار فيه خيارين, انكلود اول كيسز وانكلود اف كيس ساتسفايز كونديشن. include all cases بمعنى انه كل الكيسز تكون معانا في الاختبار, include if cases satisfy condition بمعنى انه تختار فقط الكيسز اللي بتحقق شروط معينة. حاليا اذا احنا كنا عاوزين نعطي مكافأة كل الموظفين التعليمهم أكبر من 16 سنة نعطيهم مكافأة مرتب شهري واحد, يعني مرتب واحد. نرجع واضح للإنكلود if case satisfied. إذا كان الموظف, العبارة بتقول إذا كان الموظف درجة التعليم أكبر من 16, يعني education level أكبر من 16, أكبر من 16 تعمل لنا شنو السالري السالري اقسمه اعمله تقسيم 12 لانه السالري هنا ماخوذ سنويا, المرتب لكل موظف سنوي. بالتالي اذا عايزين مرتب شهر بنقسم السالري على 12. في التارجت فاريبل المفروض نسمي متغير جديد اسمه نيو ونعمل اوكي ونشوف النتائج في الداتا فيو.
تظهر لنا النتائج؟ أكبر من أو يساوي 12. بتظهر لنا النتائج كما موضحة في ملف الوورد هنا اللي هو الموظف رقم 2 بياخد مرتب شهر، ومرتب الشهر بتاعه كان 3000. 3350. والموظف رقم 4 تقريبا، رقم 11 بياخذ مرتب 2525، وكل حسب مرتب وبيقسموه على 12 وبيتظهر. واضحة؟ عيدة. واضحة؟ أوكي. نرجع للأمر. كده نكون خلصنا الكمبيوت variable. نرجع للأمر بتاعنا الثاني اللي هو كان select case. سلكت كيس ان احنا بنستخدمها 200 اصلا، هي الداله دي بنستخدمها في اختيار الحالات التي تحقق شرط معين، يعني ان احنا دايرين حاجه معينه اختارها لنا، ولا ان احنا عندنا مجموعه من البيانات عايزين منها عين عشوائيه محدده، والعين العشوائيه المحدده دي اما تكون محدده برينج معين او عين عشوائيه تغريبيه. ونرجع لبرنامجنا ونرجع للداتا بتاعتنا، ومن من داتا نرجع لكل select cases، نختار select cases، بتظهر لنا مربع الحوار اللي فيه أكثر من 4 خيارات. الخيار الأول ده الخيار الديفولت اللي بيكون ثابت في برنامج الـ SPSS اللي هو بتختار كل الحالات النازلة عندك. الخيار الثاني if condition is satisfied، إذا كان عندنا شرط محقق اختار لنا النازلة. الخيار اللي بعده random sample of cases، يعني إذا نحن عاوزين عينة عشوائية معينة. Based on time of all cases use filter variables. دي الخمسة خيارات. الخيار الأول if condition is satisfied هو خيار لتحقيق شرط معين. هنا في الحاسبة على الجهاز أو على البروجرام ذاته بتظهر المتباينات أكبر من أو يساوي، أصغر من أو يساوي، يساوي لا يساوي، and or، ودي علامة التقسيم، بمعنى إنه الشرط if conditional cases ممكن نستخدمه في حال النور الأور. إذا عندنا خيارين بمعنى إنه لاختيار الحالات هنا موضح التي أقل من 18 سنة لقيم المتغير education، نستخدم علامات أقل من، بمعنى إنه عادي ممكن تكتب if education أقل من 18 سنة، اختار لنا الجماعة دي.
أقل من 12 سنة هتختار مجموعة معينة الـ education أقل من 18 سنة. نقول أوكي. أوكي. نرجع للداتا. نلقى هم ديل كلهم. Selected. والتعليم بتاعهم كان أقل من 12 سنة. أقل من 18 سنة. طيب لو عاوزين ناخد متباينة أقل من أو أقل من 18 سنة ومدراء أقل من أو 18 سنة ومدراء هنمشي select case if education أقل من 18 سنة و if education لازم نكرر كلمة education education employee categorical بيساوي ثلاثة ليه؟ لأنه المدراء هنا مصنفين كانوا بالرقم 3 كانوا مدين في جوب كاتيجوريكال في الكودينج المانجر يأخذوا الرقم 3 if conditional نرجع للداتا بنلقى فلتر جديد هو اللي هو عمله selected ونوت سيلكتد اللي هو هنا سيلكتد ونوت سيلكتد ديل كلهم عينات غير مختارة وفي عينات سيلكتد منهم والاختيار الموظفين بدون المدراء فقط يعني احنا دايرين نطلع المدراء من العينة ونختار فقط الموظفين هنختار العينة كلها عدا المدراء نرجع للقائمة داتا نقول select cases و if condition الجوب كاتيجوريكال لا تساوي 3 الجوب كاتيجوريكال لا تساوي 3 هنا هيعمل الفلتر الجديد وهيختار لينا كل الموظفين عدا المدراء هنا في الأول أول ID هو مانجر ما اختاروا لينا وعملوا لينا not selected بعدها كلها employee وعملهم لينا selected آخر حاجة وآخر خيار في select cases في if condition اللي هو الاختيار بأو بمعنى الاختيار الموظف الذي يعمل في وظيفة معينة أو مدير اللي هو هنا في المثال عندنا الاختيار الموظف الذي يعمل في وظيفة كاتب أو مدير يمكن استخدام الشرط عندنا نحن الكتبة كانوا ماخذين الرقم 3 1 والمدراء كانوا ماخذين الرقم 3 نسلكت كيسز هنعمل if condition الجوب كاتيجوريكال العبارة الموظف الذي يعمل في وظيفة كاتب طوالي نعمل الجوب كاتيجوريكال بتساوي 1 لأنه كان في الفاليوز ماخذ الرقم 1 أو الجوب كاتيجوريكال
سوى job categorical بيساوي 3. في خطأ ظاهر في المعادلة. الجوب كاتيجوريكال بيساوي 1 أو الجوب كاتيجوريكال بتساوي 3. كونتينيو. أوكي، نرجع للداتا بتاعتنا اللي هو عمل لنا هم ديل السلكتيف هنا في عينات نوت سيلكتي. كل الكتبة وكل المدراء اختار، عدا ذلك ما اختار الموظفين العاديين. باختيار الموظفين الذين تعلموا بين 18 سنة و 20 سنة مثلا يمكن استخدام الشرط أدوكي. أيوة دي إيش نستخدم الدالة و تعلموا 18 سنة و 20 سنة. عادي بنرجع الداتا بنعمل داتا select cases منها if education أكبر من 18 سنة و education أقل من 20. نرجع للداتا سيت بتاعتنا نلقى الخيارات اللي هو الموظفين بين 18 و 20 سنة درجة التعليم. درجة التعليم كان بين 18 و 20 سنة اختاروهم، والموظفين أقل من 18 سنة ما اختاروهم، وأكثر من 20 سنة ما اختاروهم. بكده نكون انتهينا من الخيار الأول اللي هو if condition cases في is select cases. نرجع للخيار الثاني اللي هو random sample of cases. في الحالة دي إذا نحن أصلا دايرين نختار خيار عينة عشوائية معينة sample approximately أو exactly، بمعنى إنه approximately بشكل تقريبي دايرين 50% من البيانات دي، بشكل تقريبي اختار لنا عينة عشوائية 50%، أو exactly اختار لنا
50 شخص. approximately 50%. نقول له continue. اوكي نرجع للداتا سيت بتاعتنا، نلقاه اختار لنا 50% من الداتا و 50% منها ما اختار لنا. نرجع للداتا تاني مشان نعمل exactly 20 شخص cases 20 حالة from the first من الرقم اختار لنا 20 حالة مثلا من the first 3 cases. بعد الحالة 3 اختار لنا عشرين كيسز. يعني احنا عندنا عدد الحالات تقريبا 50. نرجع للسلكت كيسز، هنا عندنا ظهر في الفلتر إنه هي دي العينات اللي اختاروها 20 عينة من جملة 50 عينة. not selected not selected عندنا 20 selected. وبكده نكون انتهينا من الخيار random sample اللي هو اخترنا فيها الخيارين ال approximately و ال exactly. نرجع للخيار الثاني اللي هو Basket on Time or Cases Range. يستخدم هذا الاختيار في حالة اختيار عينة عشوائية بحجم معين، ولتنفيذ ذلك ننشط الخيار ونضغط على Range ويظهر المربع التالي. نرجع للداتا، إذا احنا أصلا عايزين نختار من Range دايرين عينة عشوائية مثلا من الخيار من العينة رقم 20 لحد العينة رقم 50 اللي هي العينة النهائية بتاعتنا، وقول continue. اوكي نرجع للداتا سيت بتاعتنا، هنلقاها اتفعلت لنا داتا اختار لنا عينة عشوائية بين 20 ل 50. وبكده نكون انتهينا من الأمر select cases random sample of cases. آخر حاجة ال use filter variables. عندنا ال use filter variable يستخدم في حالة استخدام متغير رقمي لتصفية الخلايا المطلوبة، بمعنى إنه في الفلتر حقك ذاته في الفلتر القيم التي لا تساوي صفر والقيم المفقودة القيم المفقودة والتي تساوي صفر يستبعدها. وحتظهر لك القيم فقط التي لا تساوي صفر. نرجع للداتا ونختار use filter variable. عندك filter out unselected cases و copy selected cases to a new data set و delete unselected cases. الثلاثة خيارات دي كلها خاصة بالfilter variable cases. بيقول إما أنت عاوز تعمل filtering للcases أو تعمل لها copy في the new data set أو delete unselected cases تمسح كل unselected cases وتكون عندك فقط selected cases. بمعنى هنا ال educational level إذا اخترنا الخيار الأخير delete
negative condition. Select cases, use filter. هنا عندنا الفلتر حقنا ليه ما ظاهر. If condition is satisfied, if okay. يظهر لنا الفلتر هنا في المتغيرات. نعمل له deleting. الفلتر ما ظاهر عندي، بيظهر المتغير اسمه الفلتر، بناخده ونعمل له delete لسلكت cases، بيعمل delete لكل not selected cases. نرجع وبكده نكون خلصنا من select cases. أخذنا الكمبيوت من قائمة transfer والselected cases من قائمة data. الكمبيوت عادة بتستخدم في حالة متغير جديد، والselected cases في حال استخدام حالات معينة أو اختيار عين عشوائية معينة. بنختار selected cases. نرجع لآخر حاجة، إعادة الترميز أو الريكود. الريكود بيستخدم في حالة إعادة ترميز بيانات معينة، يعني بمعنى إنه لما نحن مثلا في الإدوكيشن من القائمة، نرجع في القائمة ترانسبورت، عندنا الأمر ريكود. الأمر ريكود بياخد حالتين، ريكود into same variables و ريكود into different variables. الريكود into same variables بمعنى انه انت تعيد ترميز المتغير في نفس العمود او الكولم بتاعه، والريكود record into different variables بينشئ متغير جديد فيه ترميز جديد. في حالة الريكود into same variables انت بتبتدي البيانات القديمة، اما في حالة الريكود into different variables البيانات القديمة بتكون موجودة. فنحن هنختار الخيارين ونجرب ونشوف. في نفس الداتا بتاعتنا اللي هي employee data، عاوزين نعمل الفئات بنفس التصنيف ده، الدرجات والتصنيف، درجة التعليم والفاليوز بتاعتها. قسمنا درجات مدى التعليم من 8 إلى 12 years، من 13 إلى 16 years، من 17 إلى 18، من 19 up to 21. كل واحدة من هذه الفئات أخذت الرقم 1 2 4 3 4 مفترض 3 4. في الحالة دي احنا مفروض نعمل record into same variable إذا أنت عايز تبدل البيانات القديمة، أو record into different variable إذا أنت عاوز تحافظ على البيانات القديمة. نرجع ونعمل record into different variables بحيث إنه البيانات القديمة بتاعتنا تكون موجودة. educational level نحن عايزين نغير الترميز للمتغير education، كانت أرقام عادية نحن دايرين نحولها لفئات، نسميهم المتغير الجديد education. education new في الليبل، ممكن عادي تكتب
أي حاجة. وتقول لي أخو change alt and new variables. هنا عندك ال values وال system missing وال range. أنا هنا حقتنا range. كيف range؟ بمعنى من 8 ل 12 ده رينج. هنكتب الرينج 8 0 12 ياخذ الرقم 1. يعني اذا كان درجة التعليم من 8 سنوات الى 12 سنة ناخذ الرقم 1 نعمل ليها add. طيب التعليم من 13 سرو 16 بياخذ الرقم 2 ونعمل لها اد. ومن 17 اب تو 19 بياخذ الرقم 3 نعمل له اد. ومن 20 تقريبا هي مقسمة من 17 إلى 18 هنا change. وهنا من 19 up to 21 وياخذ الرقم 4 نعمل له add ونعمل continue okay. ونرجع للداتا اللي نلقاه وعمل لنا ترميز. المتغير الجديد اسمه education new بياخذ الارقام 4 4 4 4 دي اللي كانت من 19 up to 21 اللي هو هنا ال education كان 19 كلهم أخذوا الرقم 4 4 أعتقد إنه واضح. هناك في الفلتر لما عملنا السلكتد من نص السلكتد أخذ جزء من البيانات عمل لها ديليتي لذلك بياناتنا ناقصة. لو عملنا record into same variables ونفس الريكورد بتاعنا ده هنختار شنو؟ هنلقى انه احنا فقدنا الداتا القديمة وما نقدر نرجع تاني. لذلك أنا بفضل into different variables. نرجع لنفس المربع ونفس الخيارات ونفس أي حاجة نرجع نقول له سميه لنا سميه بدل ما كان 4 و 3 اعملوا لنا ثانوي جامعي ابتدائي وهكذا. transform record into different variables all the new variables قال اتبع نفس الخطوات في المثال السابق بحيث إنه إحنا بدل ما كان بياخد 4 3 2 1 هنقول نكتب ثانوي جامعي ودكتوراه ماجستير إلى آخره. هنختار if
المتغير if. بحيث هنا عندنا if include if case is satisfied education new اللي هو المتغير نحن دايرين نحوله لمتغير هو كان numerical دايرين نغيره لمتغير string. عندنا طريقتين في الحالة اللي ممكن نغير بها المتغير عادي من ال variable ممكن نغيره من ال value ونعمله 4 مثلا جامعي جامعي 3 ثانوي وهكذا هنلقى انه المتغير تلقائي اتغير لنا من ارقام نيومريك الى استرينج. نفس الفكرة ممكن نستخدمها مع record into different into same variable ولكن القيم الأصلية بتتغير بنتائج الفرزية هو بنفذ القيم الأصلية واضح الصوت واضح الصورة دكتور محمد نمشي للأمر is valid file اللي بالأمر الأخير نبي حالة واحدة أن إحنا بنكون دايرين نقسم البيانات لجروبس أو organizing معينة فنرجع نفتح الداتا بتاعتنا من فايل copy data بلوي داتا لأنه هنا ما عملنا ليها دي الداتا الجديدة لو عاوزين إحنا نعمل split file من نفس المحل اللي هو من قائمة داتا بنختار split file في split file اللي هو عندنا ثلاث خيارات الخيار الأول analysis all cases اللي هو الديفولت في كل الـ SPSS إنه بيختار كل الكيسز اللي عندنا الخيارين الثاني الأول compare group والثاني organize output by group الفرق بين الخيارين إنه أنت هنا بترتب الداتا على أساس جروبات ولكن الخيار الثاني بيرتب الـ output by groups بمعنى إنه إذا نحن عايزين نرتب الجندر by groups بنعمل compare groups والجندر أوكي ونرجع للداتا ونلقاها اتغيرت هنا في الجندر رتبوا لنا الميل براهم والفيميل براهم كله على حدة هنا عندنا الفيميل في الأول اللي هم بياخدوا الرقم واحد وبعدين بيرتب الميل أكسيو ده في حالة الاختيار الأول اللي هو compare group بيرتب البيانات أو بيرتب البيانات في الواجهة أما في حال اختيار الـ Organized Output Group by Gender برضو نجرب ونشوف في الداتا شكلها مرتبة الفيميل بالأول والميل في الثاني أما في الـ Output بيكون في اختلاف إذا عملنا الـ Frequencies بنجد نلقى كل واحد بجدول لوحده
اللي هو الجندر وفيميل كانوا عددهم 216، الجندر الميل كانوا عددهم 258. في حال انه نحن اخترنا الكمبير جروب نشوف الاوتبوت كمبير جروب باي الجندر، ونجي ناخد analyze frequency ونشوف الاوتبوت بتاعتنا. هنا الاختلاف انه جانا في جدول واحد كل الجروبين في مكان واحد، لكن في الorganize ممكن نرتب كل جروب على حدة والاوتبوت تطلع لكل جروب على حدة. وبكده نكون انتهينا من 4 أوامر بتاعتنا لترتيب البيانات وتحويل البيانات. ممكن أعيد جزئية معينة في حتة ما واضحة اكتبوها على الشات. دكتور سفيان، دكتور محمد، في حاجة ما واضحة؟ إن شاء الله. أيوة دكتورة، المحاضرة انتهت؟ نعم، 4 أوامر خلصت. في شيء ما تمام. في شيء ممكن أعيده؟ تمام الآن صار بالشات. أوكي الأخوة المستمعين اللي يسأل عن المادة العلمية يتم تنزيلها من قبل أستاذ محمد، وكذلك يتم تنزيلها في قناة التليجرام. قناة التليجرام وقناة ورابط الفيسبوك وقناة اليوتيوب موجودة مع رابط الحضور، يعني تستطيع الانضمام لهم وكذلك تسجيل الحضور، كل رابط على حدة. ممكن الحصول على الداتا. اوكي ممكن ننزل الداتا على قناة التليجرام ايضا. محاضرة اليوم تنزل غدا تقريبا. Thank you.
دكتورة داليا، عندما يتم الترميز في الأكسل هل هو نفس الترميز في الـ SPSS؟ نعم، نفس الترميز في الـ SPSS، ولكن تحتاج إلى values تكتبها، يعني بمعنى إنه تحول المتغير الكمي إلى string، بمعنى إنه في الإكسل بيجيك مثلاً بترمزه 4 3 2 1، لما تنقل الأرقام للإس بي إس إس محتاج إنك تعرف إنه 4 مثلاً تعليم ابتدائي، 3 تعليم ثانوي، وهكذا. نعم، الأخوة اللي عندهم أسئلة يستطيع السؤال أو موجود. هل ممكن استخدام البرنامج داتا من 3 أعمدة وعدة خانات؟ 3 أعمدة وعدة خانات. تعمل شنو؟ عايز تصل لشنو؟ ما أعرف. السؤال ما فهمته. يعني يقول أعمل 3 أعمدة. وفيها عدة خانات، يعني عدة. ما أنت عندك مثلاً عندك 10 طلاب وعندك 3 مواد، اللي هو المواد بتعتبرها الأعمدة، والطلاب بتكون الصفوف تقريباً حسب. أو إذا كان إنه عنده مثلاً خيارات وافق لا استخدام البرنامج مع داتا من 3 أعمدة وعدة خانات. ممكن توضح السؤال يا هبة؟ الأخوة اللي ما يستطيعون تسجيل الحضور، أستاذ محمد نزل لكم رقمه على الواتساب. من أي دولة أنت تستطيع أن ترسل اسمك وعنوان الدورة حتى يتم تسجيل حضورك. إذا ممكن يا هبة دكتورة، إذا طلعت عندي بها معدل خطأ، هل الاستبيان خطأ أم الإجابة بها خطأ؟ معدل الخطأ، إذا طلعت عندي بها معدل خطأ، هل الاستبيان خطأ أم الإجابة بها خطأ؟ لا، الريليابيليتي ما في خطأ في الإجابة، ولكن في ضعف في الاستبيان. ممكن في الصدق والثبات يطلع. أستاذ محمد، هذا السؤال يا ريت لو تدخل معنا مريم سعداوي، هي اللي أعطت المحاضرة اللي تم تبينا. ممكن أستاذ سفيان الصوت منه توضح؟ نعم، هي خرجت وردت دخلت مرة أخرى. مريم سعداوي، دكتورة مريم. ألو، السلام عليكم. نعم، أعد السؤال. البيانات الرقمية تم نقلها من برنامج الإكسل إلى البيانات إلى برنامج الإس بي إس إس. دقيقة واحدة. نعم، في أرقام يتم نقلها كما تمت العملية من قبل. أه
دكتورة مريم، على إذا موجودة على الحاسبة يستطيع أن يعطيك مشاركة شاشة وتبيني لهم؟ نعم لدي. نعم أستاذ محمد، أعطي المشاركة لمشاركة شاشة لدكتورة داليا، دكتورة مريم. دكتورة داليا فقط خلي عندك كتم الصوت. نعم كما تفعيل. هنا لدي بيانات موجودة على برنامج الإكسل، هنا في بيانات كمية الدخل الشهري. دكتورة مريم. نعم. في عندك وقت من 10 إلى 15 دقيقة تقدرين تفتحين الإكسل وطريقة إدخال البيانات بالإكسل، وبعدها تنتقلين انتقالها للـ SPSS. دقيقة واحدة. دكتورة داليا، ممكن أن تتركين رقمك وصفحتك الشخصية في الشات للأخوة اللي يريدوا يتواصلوا معك. نعم دكتورة مريم لك الوقت. مثلا لدي هنا الدخل الشهري لدي أقل مثلا من 3000 مثلا دينار جزائري، مثلا هنا أكبر أو أكثر من 5000 دينار جزائري. هاي تمت إدخال البيانات، مثالين فقط. المثالين الأسفل الذين تشاهدونها أسفل الخاليتين. والآن بهذه الطريقة قمت بإدخال هذه البيانات، وهي عبارة عن بيانات كمية، ولدي كذلك كمية بيانات وصفية هنا ترتيبية. أعود إلى برنامج الإكسل، عفواً برنامج SPSS، وأذهب إلى قائمة شريط الأوامر وأختار منها، من شريط الأوامر أختار منها Open أو أوفغير، وأختار من هذا الأمر Data وأنقر على Data. تظهر معي هذه النافذة، وبعدها أختار اسم الملف أو نوعية الملف اللي هو الإكسل، وبعدها أبحث عن ملف الإكسل حيث تم تخزينه، وبعدها ها هو إليكم يظهر ملف الإكسل، وهو عبارة عن استبيان فيه مجموعة من الأسئلة وفيه مجموعة من المحاضر خاصة بالفرضيات، وفيه بيانات شخصية، وبيانات شخصية تتمثل في متغيرات كمية ومتغيرات وصفية. ثم أضغط وأشر على الملف وأضغط على فتح، فيتم نقل البيانات. هنا تم تنزيل خطأ، دقيقة واحدة. أعيد العملية من جديد. هناك خطأ في الحساب، هناك ربما عطل في الحاسوب. لأنه تم إدخال هذه البيانات من قبل. أعيد العملية من جديد. ربما هناك عطب في الحاسوب فقط. هناك عطب في الحاسوب. قلل في الحاسوب. تمام. تمام دكتورة داليا، فقط وضحي في الحديث الكلام ويكفي. ممكن أنه ينقل للمحاضرة بكرة عن دكتور إبراهيم، سيتم توضيحها في بداية المحاضرة. نعم. إن شاء الله. نعم.
نعم. هكذا يتم نقل البيانات سواء كانت كمية أو وصفية في نفس طريقة، وتظهر لكم هذه البيانات مكتوبة على برنامج SPSS، ويمكنكم تعديل ربما في القيم هنا كتابة الاختيارات فقط. هل هناك أسئلة أخرى؟ لدي ملاحظة فقط بالنسبة للسؤال الثاني الذي تم تداوله حول الفرضيات. بالنسبة لتصميم الاستبيان يخصص كل محور إلى فرضية، ويجب أن تكون عبارات تفوق 5 عبارات في كل محور يخصص لكل فرضية. نعم أستاذ محمد، طبعا نقدم الشكر لجامعة كريت والسيد رئيس الجامعة وعميد كلية الطوز، وكذلك الأساتذة القائمين على الإعداد أستاذ محمد خالد ومن يقوم معه على الإعداد، والسادة المحاضرين جميعا والسادة المستمعين. بكرة إن شاء الله نكون مع البروف دكتور إبراهيم، وبالإمكان دكتور محمد اختتام المحاضرة إذا ما في أسئلة. وعليكم السلام، شكرا جزيلا. وعليكم السلام، في أمان الله.